أخوكم أحمد السعيد مطرب من المملكة العربية السعودية، جاي للمشاركة في مهرجان الأغنية بإسكندرية العام 2015، ويا رب إن شاء الله نطلع بصورة مشرفة إن شاء الله. أحمد، أنت شاركت في مسابقات قبل كده غنائية؟ نعم شاركت في سلطنة عمان، كانت على قنوات الجمهور. وعملت إيه؟ طمنا، عملت بيها إيه؟ الحمد لله عملت شيء مشرف. تمام، أكيد لكل مسابقة أنت أكيد بتجهز لها أغنية خاصة للمهرجان، مظبوط؟ نعم. المهرجان دوت جهزت له ايه؟ اغنية لخبطت حياتي. لخبطت حياتي دي باللغة، باللهجة المصرية؟ باللهجة المصرية. تمام، كلمات مين؟ كلمات الشاعر احمد راؤول، توزيع حمادة الحسيني. الحان؟ الحان والله مش على مش فاكر. ممكن سمعنا جزء منها؟ له بصراحة يعني له احترام وتقدير، لكن انا من الناس اللي طبعا اكيد طبعا ممكن سمعنا حتى منها؟ انا شفتك قلبي اتاخد غدر، بقيت ما بنمشي الوش الفجر، وبدع يا رب فلت القدر تكون بخير. ايه ده بقى؟ ده بينها لبت جد وشكلها بته نسبت وحد، عاد مستني تقول لي الرد بلاش تاخير. بقى ده اسمه كلام، بقى عايز عيني عاد تنام، وانت بقالك ست ايام هتجنن قلبي عليك. انا ممكن اموت، انا هتجنن مش مضبوط، ده انا حتى ما ببقاش مبسوط غير لو عيني جت بعينيك. الله، انا حاسس ان انا سمعتها قبل كده، حاسس ان دخلت القلب. جميله، بالتوفيق ان شاء الله. حلمك اللي جاي ايه؟ هدفك ايه؟ هدفي اوصل من الفن رساله ساميه ومشرفه، تشرفني اولا في بلدي وتشرف اي بلد انا اكون موجود فيه.